سلام البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. باش ما كتمناو جيت لكم بواحد فيديو جديد وواحد كيكه سهله بزاف. للمقادير ديالها طحين، سكر، البيض، غنحتاجو الزبده، الزبيب، غادي نحتاجو خميره ديال الحلوه، فاني، شويه ديال الملحه ودانون. بالنسبه الحشوه غادي نحتاجو فيها السكر والقرفه، وهنايا عندي انا اللوز والكركاع، تقدروا ديروا غير واحد فيهم ولا جوج بهم كيف ما بغيتيو. بالنسبه للطريقه ديال التحضير غادي نديروا الزبده، نديروا معها السكر، وغادي نطربوهم حتى ينسجموا. من بعد غادي نزيدوا عليهم الدانون، غادي نزيدو عليهم البيض، الطحين ديالي غادي ندير فيه الخميرة، قبصة ديال الملحة وجوج ديال لي ساشي ديال الفاني، غادي نخلطهم شوية وعاد غادي نزيدهم على غادي نخلطو كلشي مزيان، ومن بعد غادي نزيدو عليهم الزبيب. غادي نزهزو هذاك المول اللي غادي يدخل الفران، درت له انا بابيش الفريزي باش ما تلصقش بهاد العجينه، وغادي انا غادي نفرقهم في جوج ديال لي مول صغار، نتوما ديروا غير مول واحد. كديروا الطبقه الاولى وغادي نرشو من فوق منها هذاك الخليط ديال السكر، القرفه والكركاع او اللوز، بحال كيما كتشوفوا. من بعد غادي نزيد الطبقه الثانيه ديال العجينه من الفوق. بالنسبه للمقادير بالضبط غادي تلقاهم لتحت في الخانه ديال الوصف. الفران ديالنا سخنتو على درجه ديال 180 درجه، غادي ندخل ليه هاد الكيك ديالنا يطيب. على حساب هنايا حيت عندي دي مول صغار، الو غادي نخليه غير واحد 30 دقيقه حتى 35 دقيقه حتى يتحمروا مزيان. كيف ما كتشوفوا الكيك ديالنا كيجي محمر، كيجي غزال، ومذاق ديالو كيشهي وخفيف بزاف. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتردوا عليا كالعاده، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.